بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 15 في القراءة. الكلمات الجديدة: حبا يحبو، حبا بمعنى أعطى، حباني أعطاني، حباك الله هذه النعمة أعطاكها، جل، جل بمعنى أكثر، النائي عكس المتقدم، تقول هذه دولة نائية، يعني ليست متقدمة في الصناعة في التجارة، نائية. أعمق بمعنى أفعل تفضيل من عميق. أعمق، تقول عليك أن تتعمق في دراسة الفقه. نعم، أدرس الفقه بأسلوب أعمق، يعني عليك أن تدقق في دراسة مسائلها. الطوال جمع، جمع طويلة، طويلة مؤنث طويل. السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، تسمى هذه بالسبع الطوال. السبع الطوال. صحارى جمع صحراء. جدباء، تقول أرض جدباء لا نبات فيها، أرض جدباء ليس فيها نبات ولا أشجار. نعم. خبرة، خبرة، هذا رجل عنده خبرة في هندسة الكهرباء، عنده خبرة في هندسة الكهرباء، يعني مهارة وفهم دقيق. توجيه، مصدر وجه يوجه توجيها بمعنى أرشد ونصح. عليك أن تقبل التوجيه من دعاة أهل السنة. استغل بمعنى استغل الوقت، يعني استفاد من الوقت وصرف الوقت فيما ينفع. استغل يستغل، دس يدس، أدخل بطريق خفية. المبتدع يدس بدعته في أثناء دروسه. مبتدع طريقته لما يلقي محاضرة أو خطبة تجده يدس البدعة في أثناء العلم الذي يلقيه، يعني يدخله بطريقة خفية. الجاهل، الطالب المبتدي الذي ليس بفطن، لا يتنبه، تدخل الشبهة إلى قلبه بطريقة لا يفهمها. دس يدس. سام، سام اسم فاعل من سم، يعني فيه سم. مثلا تقول لا إله إلا الله، الثعبان سام، يعني لدغة الثعبان فيها سم، ويقال سم بفتح السين وضمها، قال النووي والفتح أفصح. والسم مادة خطيرة تضر الإنسان لو أصابته. بلبل يبلبل، بلبل جعله يتخبط يتحير، يعني شوش، مشوش. شبهات أهل البدع تجعل القلب في بلبلة. بلبل المبتدع عقول السامعين، جعلهم في تشويش وفي حيرة بسبب الشبهات التي يلقيها عليهم. بلبل يبلبل فتاك، كثير الفتك، والفتك هو الضرر.
و نعم مثلا السم، الثعبان فيه سم فتاك يضر ضررا بالغا، وأصل الفتك الاعتداء، أصل الفتك بمعنى الاعتداء، فتاك أفعل صيغة مبالغة، مسموم أي فيه سم، الدمار الهلاك، أباد يبيد، أباد بمعنى دمر وأهلك خرب أفسد، يبيد، ضيق عكس واسع، هذا طريق ضيق عكس واسع. ضيق عكس واسع، تقول هذا طريق ضيق وذاك طريق واسع. مؤلف، مؤلف الذي يفعل، مؤلف الكتاب الذي قام بتأليفه. المفسد اسم فاعل من أفسد. المبتدع مفسد. الجاهل الذي يدعو إلى الله على جهل مفسد. ضائع رجل ضائع من الضياع خاسر. قال لكل إنسان هواية يمارسها ويقضي جل، يعني أكثر جل وقته فيها، ومن هذه الهوايات هواية الاطلاع، وإن الذي حباه الله نعمة القراءة فقد حباه نعمة جليلة، لأن في القراءة متعة للنفس وفيها فوائد كثيرة لا تحصى. فالإنسان عندما يمسك كتابا أو صحيفة أو مجلة ويقرأ فيها يعيش أوقاتا سعيدة مع ما يقرأ. فالقراءة تقرب المكان والزمان، والقارئ يعيش مع من في الكتاب وما فيه أينما ذهب وأينما حل. وبالقراءة يعيش الحاضر والماضي، نعم، وبالقراءة يعيش الحاضر أي يعيش الوقت الحاضر، لأن مؤلف الكتاب ينقل له أخبار الحاضر والماضي، أخبار الماضي، لأن القراءة تنقله من عالم ضيق إلى عالم واسع، عالم ضيق، بينما الإنسان جالس في بيته لا يعرف شيئا، في عالم ضيق لا يدري ماذا يدور في العالم وماذا حصل في الزمن الماضي. فإذا أخذ كتابا فإنه ينتقل إلى عالم واسع يعيش مع الماضين ومع الحاضرين. قال فيستطيع القارئ أن يعيش كل العصور، وهذا يظهر، هذا غالبا ما يتنزل على كتب التاريخ والقصص، وأما كتب التوحيد، الفقه، التفسير ففائدتها أعظم من هذا، وهي أنه تتنزل السكينة والطمأنينة على القلب، ويؤجر المسلم الأجر الكبير، ويتعرف على الله وعلى أحكام شرعه. قال فيستطيع القارئ أن يعيش كل العصور، فسيرة العلماء وأعمالهم التي استغرقت الأعوام الطوال، قلنا الطوال جاء مؤنث طويلة جمع لها. قال ووقعت في أماكن نائية عكس متقدمة، يمكن عرضها في كتاب يقرأ في ساعات، وكأن القارئ يعيش في هذه الأماكن البعيدة بين أهلها، فيسمعهم ويتحدث إليهم، يقرأ تاريخ الشعوب ووصف الرحلات في مختلف أنحاء الأرض، فيصعد مع الكاتب قمم الجبال، فيصعد مع الكاتب قمم الجبال وينزل أعمق الوديان، يعني كأنه يمشي مع الكاتب لما يصف له ما يحصل في الكتاب الذي يقرأه، كأنه يصاحب الكاتب. فيصعد مع الكاتب قمم الجبال وينزل أعمق الوديان، ويمشي مع الحقول الخضراء، ويشاهد الصحارى الجدباء، جدباء التي لا نبات فيها ولا أشجار. وإذا قرأ قصة عاش مع صاحبها يضحك إن ضحك، ويبكي إن بكى، ويتألم إن تألم.
فالقارئ صديق الكاتب، يأخذ منه أجمل وأحسن ما عنده، لأن المؤلف الجيد لا يكتب في كتابه إلا ما فيه فائدة أو خبرة أو نفع أو توجيه. وقد استغل بعض المفسدين الكتب فدسوا بين الكتب النافعة كتبا سامة ضارة تفسد على الشباب حياتهم وتبلبل عليهم أفكارهم. وهذا العمل هو حرب الكتب، وهو سلاح فتاك من أسلحة الدمار التي تبيد. نعم، يعني سامة، شباب السم، يعني سم معنوي. هذا السم الذي في الثعبان سم حسي يضر الإنسان في جسمه وفي صحته. والسم الموجود في الكتب، في كتب أهل البدع والضلال والكفار والملاحدة، هذا السم معنوي يضر الإنسان في دينه وفي عقيدته. قال: تفسد على الشباب حياتهم وتبلبل عليهم أفكارهم، أي تجعل أفكارهم في مشوشة وفي بلبلة وحيرة. وهذا العمل هو حرب الكتب، وهو سلاح فتاك من أسلحة الدمار التي تبيد الشعوب. فالكتب المسمومة تجعل الشعوب تعيش عيشة ضائعة خاسرة. والقارئ الواعي يفرق بين الصالح والطالح من الكتب، كما يفرق بين الصالح والطالح من بني الإنسان. الدرس 13: المساواة في الإسلام. كلمات الجليلة: طبق يطبق، طبق يعني نفذ، عمل بما أراد. أحاديث أخبار: التفرقة بمعنى العنصرية، غاض يغيظ، جعله يغضب، كنا يكني عكس صرح، كنا يكني عكس صرح. قد يحتاج الداعية أن يحذر من المبتدع ويكني لا يصرح، يعني لا يذكره باسمه، قد يذكر بعض أفعاله. قال: كنا عكس صرح باسمه وعينه. مبدأ اسم مكان من بدأ، بدأ يبدأ بدءا ومبدأ. ويأتي المبدأ بمعنى، عفوا، بمعنى الفكر أو المذهب أو المنهج. قال: ذهب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى السوق واشترى تمرا، ثم خرج من السوق وهو يحمل ما اشتراه، فأراد أحد الناس أن يحمل عنه، وقال له: ألا أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال علي: ما معناه؟ صاحب الشيء أحق بحمله، ليبين للناس مبدأ هاما، أي منهجا ومذهبا وتوجيها، ليبين للناس مبدأ هاما من مبادئ الإسلام، ألا وهو المساواة. إن المسلمين قد طبقوا المساواة عمليا في كل الأحوال وعلى جميع الناس. ويسمع اليوم عند بعض الأمم غير الإسلامية في الشرق وفي الغرب أحاديث عن المساواة، ولكننا نشاهد في بعضها كلاما لا عملا. وأصدق دليل على ذلك ما نشاهده اليوم من التفرقة العنصرية في مجتمعات كثيرة. في الإسلام لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فالناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب، وخلق الله آدم من تراب. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، طبعا هذا كلام فيه نظر، وذلك أن المساواة على الإطلاق لم يأتي بها الشرع، وهذا الحديث يبين لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فدل ذلك على أن التقوى ميزان للتفضيل. نعم، إذا استووا في التقوى يكونون سواء، إذا استووا في العمل، في العلم، في الخشية، في الاستقامة، يكونون سواء. هذا بالنسبة للتفضيل، فالتفضيل يكون بالتقوى والعمل الصالح. وأما بالنظر إلى التكاليف الشرعية والعمل بها، فهؤلاء الناس كلهم سواء. الأوامر والنواهي، التمسك بالإسلام، العمل به، الناس في هذا سواء. خطاب موجه لجميع الناس.
أما من جهة الفضيلة والرتبة فهم يختلفون، ليسوا سواء. قال عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو علي بن أبي طالب وهو جالس معه، فقال له: يا أبا الحسن قم وقف مع صاحبك. عمر قال لعلي: يا أبا الحسن قف وقم مع صاحبك. فقام علي وقد تغير وجهه فسأله: هل غاضك وقوفك مع ذلك الرجل؟ يعني هل أغضبك؟ فقال علي: لا، ولكنك كنيتني ولم تكنه، فخشيت أن يأخذ في نفسه شيئا. إذن كنا من معانيها ما سمعت، كنا عكس صرحة. وتأتي كنا أن تنادي بأبو فلان: يا أبا الحسن، يا أبا الحارث، يا أبا محمد، يا أبا رشيد، تكنيه، تناديه بكنيته. وتأتي كنا كما ذكرت لك عكس الرح. وهنا المراد في هذا النص كنا بمعنى ناداه بكنيته. فعلي غضب، يعني وقع في نفسه أن عمر قال يا أبا الحسن، والنداء بالكنية يعني محبوب عند العرب، مفضل. فقال علي: غضبت أن عمر قال لي ناداني بكنيتي ولم ينادي الرجل بكنيته. هذا يدل على ماذا؟ على تواضع علي، كأنه يقول: أنا ما أريد أن عمر يفضلني على خصمي، بل نكون نحن وإياه سواء. وهذه القصة يحتاج نظر في صحتها، حال على كتاب الكامل لابن الأثير ولم يذكر سندا لها. الدرس 17: النظافة. الكلمات الجديدة استهل يستهل. استهل بمعنى بدأ. استهل الخطيب خطبته بالحمد والثناء على الله، يعني بدأ. يستهل أعار، يعير اهتماما. على الداعية أن يعير التوحيد اهتماما، على الداعية ألا يلتفت إلى كلام الناس ولا يعيره اهتماما، أي لا يلقي له بالا. أعار اهتماما يعني اهتم به وبال به، لم يعره اهتماما يعني لم يبالي به ولم يلتفت إليه. تواب اسم أفعل تفضيل من، وهو من أسماء الله، وأن الله هو التواب الرحيم الذي يتوب على عباده، يوفقهم إليه إلى التوبة ويقبلها منهم. متطهر يعني فعل الطهارة. درا بمعنى وسخ عكس نظافة. ناهيك بي ناهيك ناهيك عن كذا، مثل ماذا؟ فضلا عن كذا. ناهيك بكذا شطر بمعنى نصف، عناء تعب، ما أحوج يعني ما أشد حاجة إلى كذا، ما أحوج المريض أن يرجع إلى الله، يعني ما أشد حاجة إلى ذلك. خفي، خفية عكس ظاهر. خفي الرياء شرك خفي غير ظاهر، الرياء في العمل. خفية مأوى، مكان ماذا؟ البيت مأوى الإنسان الذي يأوي إليه، ينام فيه ويسكن فيه. الجنة مأوى المتقين، فإن الجنة هي المأوى، يعني مستقرهم الذي يستقرون فيه. الضغينة المرأة،
الضغينة هي المرأة. النابي، النابي الكلام الذي تنفر منه النفوس ولا تريده. اترك الكلام النابي الذي يجعل الإنسان يتحسس منك، يعني هات الكلام الطيب. مرآة، مرآة، هذه المرآة التي ماذا؟ التي تنظر فيها، تظهر فيها صورتك. المرآة الزجاجة التي يحتاجها الإنسان إذا أراد الإنسان أن ينظف وجهه من الوسخ. كيف يرى الإنسان وجهه؟ بالمرآة. يضع هذه الآلة أمامه فيرى وجهه ويصلح ما فيه من وسخ. عكس يعكس، جسد معروف الجسد. المرئية، المرئية اسم مفعول التي ترى. نعم، الأشياء المرئية التي يراها الإنسان. نميمة، معروف النميمة التحريش. شرور جمع شر، أنفس جمع نفس. بادر بمعنى سارع إلى الشيء فعله بسرعة، يبادر. عامر شاب قليل الاستحمام، أي قليل الاغتسال، لا ينظف نفسه. وسخ الثياب، تفوح من جسده روائح كريهة. تفوح يعني تظهر من جسده روائح كريهة. فنصحه أبوه عبد الكريم واستهل النصيحة بآيات من القرآن الكريم، فقال: يا بني، أما سمعت قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ يا بني، أما سمعت قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان؟ يا بني، إن أحد الصحابة الكرام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، ما أحوجنا اليوم يا بني، أي ما أشد حاجتنا، إلى النظافة في مجالاتها المختلفة المرئية والخفية. المرئية الظاهرة التي يراها الناس، والخفية التي لا ترى، سواء كانت نظافة الثوب أو المكان أو الطعام أو اللسان أو القلب. قال الفتى: يا أبتي، أهناك نظافة مرئية وأخرى غير مرئية؟ قال الشيخ: نعم يا بني، نظافة البدن والملبس والمأوى والطعام وغيرها نسميها نظافة ظاهرية يراها الناس، أما نظافة اللسان والقلب فهي النظافة الروحية. قال الفتى: بعض الناس لا يعير النظافة الجسدية اهتماما، أي لا يهتم بها. ناهيك بالنظافة الروحية، أي فضلا عن النظافة الروحية. ناهيك عن كذا، أي فضلا عن كذا، من باب أولى. يريد أن يقول: بعض الناس لا يهتم بنظافة ثيابه، من باب أولى لا يهتم بنظافة ماذا؟ لسانه. قال الشيخ: تحتاج النظافة الروحية إلى عناء وجهد أكثر من النظافة الجسدية. قال الفتى: كيف تكون النظافة الروحية؟ قال الشيخ: على المرء أن يحفظ لسانه عن كل ما يسيء له أو لغيره. من نابي القول، فاللسان مرآة تعكس ما في القلب، وأن يكون قلبه صافيا من الحسد والحقد والضغينة. الضغينة وليست الضعينة، الضعينة بالعين المهملة هي المرأة، والضغينة بالغاء، نعم، الضغينة بالغاء الحقد، بمعنى الحقد والعداوة، بمعنى الحقد والعداوة. قال الفتى: أشكرك يا والدي على هذا التوجيه، ولن تراني بعد اليوم إلا محافظا على النظافة في الثوب والجسم واللسان والقلب والعمل.